اصحى يا نايم، قوموا على سحوركم، مبارك شهر رمضان. لمسحراتي. ايه رزق الله ايام زمان، رزق الله ايام زمان. يلا يا ابو قاسم يا ابو صلاح وحدوا. فقنا ابو رياح فقنا. تمثيل ليلى بقدونس ومازن لطفي. أمانة أم قاسم، أمانة عليك تعيدية، هاي الزيارة مو محسوبة، الدنيا صيام وما أمنا بواجبك. مو بيناتنا أختي أم رياح، يلا بخاطرك. الله معك، وسلميلي على الصبايا وعلى جوزك. ها إيه ليكي بدي أسألك، ونسيتي بعت لي الحمى؟ خير خير، ليش عم تدعي على حالك؟ إن شاء الله الحمى لعدوينك. دخلك طقم الكنبايات الجديد اللي اشتراه أبو رياح، قديش اشتريتوه؟ صدقيني ما بعرف، ما سألته. يقبر قلبي، هو وصى عليه عن تبع المفروشات بسقبة، وأول تمبارح جابوا لنا ياه. ايه مبروك. ايه العز للرز، منين لوين صرتوا زلم. ايه بتعرفي، بدي خلي أبو قاسم جوزي يوصي على طقم مثله. أبو قاسم جوزك يوصي على يلا بخاطرك. الله معك الله معك. مني على قامتك، شو عينك قوية، أوام صرتي بدك تعملي طقم كنبايات مثل تبعنا. شو هذا اللي وقع وانكسر؟ يبعت لك الهنا يا أم قاسم. اي والله ما وقعت الصورة إلا من عينك، إلا عين تطرقك. والله هلا احكي لأبو رياح، بس إن شاء الله ما ينقهر على الصورة، حاكم هي الصورة تبع أبو الله يرحمه. اصحى يا نايم، وحد الدايم، سبح بحمد الله، هالعمر مو دايم. لك ايه والله هالعمر مو دايم، سبح بحمد الله، هالعمر مو دايم. الحسود يا ابو محمود ابدا ما بيسود، طالما انه الضمير بهالدنيا موجود. واصحى يا نايم، الحاسد عمره قصير، لانه حائد كتير، حتى نفسه ما بيحبها لأنه بتلومه على التقصير. بيحرمها وبيجوعها وعيشته كلها تعتير، مسكين الحسود لا يسود يا أبو محمود. اصحى يا نايم، وحد الدايم، لك سبح بحمد الله واستغفر، هالعمر أبدا مو دايم. ايه لك يا حصرتي علينا، لك يلا يا ابو قاسم، لك فقتوا ولا لسه؟ قوم يا ابو قاسم، قوم وفيق عيالك. ايه سبحان الدايم وحدو. اصحى يا نايم، قوموا على سحوركم، مبارك شهر رمضان. لمسحراتي. ايه رزق الله ايام زمان، رزق الله ايام زمان. يلا يا ابو قاسم يا ابو صلاح وحدوا. فقنا ابو رياح فقنا. تمثيل ليلى بقدونس ومازن لطفي.